حشيش اتفضل يا كريم. كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك من جديد وبرحب بكل مشاهدينا وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن الكبير طبعا الكابتن محمد يوسف، المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اللي هنطمن من خلاله على المعسكر، التدريبات قويه جدا وتدريبات صباحيه ومسائيه. كابتن يوسف، معسكر مميز بصراحه. في البدايه الاول برحب بيك وتحيات اكيد الكابتن اسلام الشاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول برحب بالكابتن اسلام وسعيد ان اكون ضيف معاكم، وبشكركم طبعا على مجهودكم الكبير وعلى المجهود اللي بتبذله قناه الاهلي على نقل كل تفاصيل المعسكر ولحظه بلحظه مع الفريق واللاعبين والجهاز وكل الاجواء بتاعه المعسكر وفقرات اللي هي المختلفه، سواء حاجات بدنيه او ماتشات او حتى الريكفري بتاع اللعيبه والاجواء بتاعت اللعيبه اللي هي بتبقى بعد التدريبات، اللي هي الاوقات اللي هم بيقضوها مع بعض، سواء ترفيهيه بقى او بيتفرجوا على ماتشات بطوله الامم او بياكلوا او كده. فبشكركم جدا، تغطيه مميزه جدا، واتمنى لكم التوفيق. بشكرك كابتن يوسف. بما انك قلت المنتخب بقى، انا عايز اكلمك على المنتخب في البدايه قبل ما اتكلم على المعسكر. تابعنا اكيد المباراه والخروج واللعيبه كلها كمان تابعت. يا كابتن يوسف، بخبرتك الكبيره كواحد من نجوم النادي الاهلي، الحالة كانت ايه؟ انا اللعيبه كلها كانت حزينه والجهاز كان زعلان، حتى مستر مارتن كان زعلان. يا كابتن يوسف، يعني هو طبعا كلنا نتمنى ان المنتخب، والحزن جاي من ان احنا كنا متمنين ومتوقعين المنتخب ان شاء الله كان يوصل للادوار النهائيه، يوصل للمباراه النهائيه، لكن ما حصلش نصيب. طبعا في اسباب اكيد، لما بيحصل اخفاق او بيحصل مكسب كل حاجة ليها أسبابها وليها المعايير بتاعتها. فطبعا أكيد كان في أسباب، والأسباب دي المفروض المسؤولين هيدرسوها ويدرسوا إيه النقاط اللي أدت إلى إن إحنا نخرج من في ملعبنا وفي وسط جمهورنا وبطولة منظمينها ومعانا مجموعة كويسة، يعني مجموعة اللاعبين الموجودة مجموعة كويسة ومجموعة مميزة، إن إحنا كنا ممكن نطلع بيها شغل أحسن من كده بكتير. أكيد طبعا المسؤولين هيدرسوا النقاط وهيشوفوا إيه الأسباب اللي أدت إلى كده، وأكيد طبعا هيتم تلافيها في المستقبل يعني إن شاء الله. نروح للمعسكر كابتن يوسف. مختلف معسكر ده عن كل المعسكرات اللي مع النادي الأهلي، لأن إحنا زي ما بنقول بنكمل دوري وعندنا مباراتين كمان هيحسموا بطولة الدوري وبنستعد للموسم الجديد. ده مزود عبء عليكم للتجهيز وللتحضير نفسيا ومعنويا وبدنيا يا كابتن يوسف بالنسبة للتدريبات؟ طبعا انا مبسوط من التحليل اللي انت قلته ده. تحليل منطقي وتحليل صح جدا، لان احنا لازم نفرق ما بين معسكر لبدايه موسم، بتبدا تعمل معسكر اعداد عشان تبدا مباريات لموسم جديد مكون مثلا ايا كان الدوري بقى 34 مباراه. وفي فرق بين ان الظروف الاخيره حكمت علينا ان انت بتكمل دوري بعد فترة راحة وعمل فترة إعداد ومباريات ودية وبدون اللاعبين الدوليين بتوعك، إن شاء الله يقولنا بالسلامة يوم السبت. ففي فرق كبير جدا بين المعسكرين، يمكن الكلام ده اتكلمنا فيه مع اللعيبة، إن هم يفرقوا ما بين المعسكر ده وما بين بتلعب أو بتعمل معسكر وبتستعد بمعسكر عشان هتلعب مباراتين هيتوجوا مجهود سنة كاملة، هيترجموا شغل وتضحية وتدريبات ومباريات بتاعت سنة أو موسم كامل في 180 دقيقة، 90 دقيقة مباراة المقاولين و90 دقيقة مباراة الزمالك يعني. فمن هنا طبعا بيتغير شوية معالم المعسكر، يعني أولا مباراتك الودية بتبدأ تبقى فيها تركيز أكتر على عدد معين، بخلاف لو أنت عملت معسكر إعداد شكله التقليدي فبيبقى فيه فرص للاعبين، مباريات كذلك، الحمل التدريبي كذلك مختلف، في حاجات كتيره جدا بتختلف باختلاف الهدف من المعسكر. فاحنا لازم نبقى يعني عارفين الهدف من المعسكر الاول عشان نبقى شغالين عايزين نوصل للهدف ده. احنا شغالين بشكل كويس، المعسكر مميز بصراحه في كل ال يعني الامكانيات المتاحه، سواء ملاعب سواء جيمنازيوم والجيم والانتقالات. طبعا الملعب جنب الفندق فما فيش انتقالات، يعتبرش انتقال من تمشيها، بعضنا بيتمشاها بعضنا بيركب الاتوبيس،
عشان الادوات وكده، لكن الحمد لله انا شايف ان المعسكر مميز جدا، كل حاجه متاحه، الاكل كويس، النوم كويس، تدريبات كويسه، الملعب كويس، ارضيته كويسه جدا، ودي حاجه مهمه جدا، اهم حاجه اللعيبه الملعب والفندق والاكل، هم دول الثلاث حاجات اللي اللعيب بيدور حواليهم واهم حاجه ليه. وهنا بنتهز الفرصه طبعا اشكر عمر نايل لانه فعلا عامل معسكر كويس جدا، مجهز كل الامكانيات، مفيش حاجه بيتاخر علينا فيها، فبشكره لان بصراحه معسكر يمكن احنا في فرق كبيره جدا هتيجي بعدينا، في فرق كبيره جدا جت عسكرت في المكان ده، فده دليل ان هو مكان يعني بيتم اختياره من قبل فرق كبيره كمان، فالنادي الاهلي في مصاف الكبار يعني لابد ان هو يعسكر ويبقى متاحه ليه الامكانيات بتاعت الفرق الكبيره. نقطة مهمة وعايز استفيد بخبرتك فيها كابتن يوسف، يمكن النادي الاهلي لما بياخد قرار او بيبعت خطاب او بيوجه رسالة لاتحاد الكرة على امر كمان القيد الافريقي ده بالتحديد، بيبقى ليه رؤية وليه رؤية عن خبرة، ما بيتقررش او في اي قرار بدون خبرة، خلاص يمكن اترفض خلاص موضوع القيد وتحدد يوم 30، يعني بتشوف الامر ده ازاي؟ هل بتتناقشوا فيه دلوقتي كابتن يوسف ومثبت ايه امور بالنسبة لكم، ولا تركين الامر ده اكيد لمجلس الادارة والجهاز الاداري للنادي الاهلي؟ بص طبعا هو الحاجات دي الاداريه والنقاش فيها، واكيد في خطوط اتصال مع الاتحاد الافريقي عن طريق الاتحاد المصري، كل الحاجات دي من اختصاص طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بحكم ان هو مدير الكوره الحالي، وبحكم ان هو الحاجات دي كلها الاداريه تعتبر من صميم عمله، وفي نفس الوقت كمان مع مجلس اداره ولجنه التخطيط اللي موجوده دلوقتي، واكيد بيتناقشوا، اكيد هيوصلوا لحل. ليه؟ لان انت النهارده النادي الاهلي يعني بيمثل افريقيا، بيمثل مصر في افريقيا، النادي الاهلي معتاد على طول انه بيلعب في افريقيا، وبالتالي اكيد هيتم، انا شايف يعني من وجهه نظري او اعتقد او اتوقع ان لابد من عمل استثناء نتيجه استضافه مصر لبطوله الامم، فاحنا حصل ظروف بالنسبة للدوري وحصل ظروف بالنسبة لعدم فتح باب القيد، وبالتالي هيتأخر شوية. أنا شايف إن دي في إيد الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي ببساطة جدا ممكن يعملها، إحنا بنلعب في أفريقيا، المنوط ببطولات أفريقيا سواء الكونفدرالية أو بطولة الأبطال هو النادي الأهلي، هو الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يقدر يطلع بقرار يعني. انطباع للمباراه الاولى، يمكن اهداف كثيره لكن استفاده فنيه بشكل كبير، واعتقد ان الجهاز الفني ما يهموش العدد من الاهداف على قد ما يهم الجمل اللي اتطبقت في التدريبات في المباريات. حطينا في اجواء المباراه الاولى وازاي قدرنا نطلع بجرعه تدريبيه قويه يا كابتن يوسف. هو احنا رافعين الحمل عموما في التدريبات، يعني الحمل عالي جدا جدا في التدريبات الفتره اللي احنا فيها، وبالتالي كان مستر لاسارتي فكرته انه هو يلعب بمجموعتين، مجموعه 45 دقيقه الشوط الاول، مجموعه 45 دقيقه الشوط الثاني، عشان يوزع الحمل ما يبقاش في حد فيه اجهاد، وبالتالي وبرضه يشوف المجموعه كلها. يعني طبعا النتيجه فوزنا بتسع اهداف، مش عايزين نقف عنده، احنا يعني في شغل اتعمل والشغل ده بيتطبق، طبعا لما بيتطبق على خصم ضعيف بيبقى الشكل زي ما انت شفت كده، في انسيابيه اكتر وفي سهوله اكتر، اكيد لما هتلعب مع فرقه مستواها اعلى شويه اكيد هيبقى فيه صعوبه شويه وفي يعني مجهود، لكن انت مطلوب، انت في بدايه فتره الاعداد، يمكن اول تاني مباراه بعد المباراه اللي لعبناها في مصر، فمطلوب ان انت تلعب تاني مباراه بشكل يكون فيه تدريجي وما يكونش حمل كبير، خصوصا ان انا بقول لك ان احنا رافعين الحمل على اللعيبه في التدريبات الصبح وبعد الظهر باستمرار، واللعيبه محمله. عندنا مباراه بكره ثانيه، اكيد طبعا الشكل هيختلف شويه، ولكن برضو ده في استمراريه للحمل، احنا في الاسبوع الثالث وده يعتبر الاسبوع الرئيسي لفتره الاعداد، لان بعد كده هنبدا ننزل اخر اسبوع بالحمل عشان مباراه المقاولين يوم 24 ان شاء الله. تعديل مباراه المقاولين يمكن زي ما انت ذكرت يا كابتن يوسف يوم 24، ومباراه الزمالك يوم 28. الدوافع انا عارف ان لعيبه النادي الاهلي عندها دوافع كبيره وبتخلقوا انتوا دوافع كمان يا كابتن يوسف بالنسبه للجهاز الفني، لكن محتاجين ايه او اللعيبه مطلوب منها ايه يا كابتن يوسف خلال المرحله اللي جايه وبالتحديد في مباراه المقاولون، لان مباراه المقاولون هي التي تسبق مباراه نادي الزمالك. بص هو طبعا انت كل ما بتقرب على المباراه، يعني فريق كره القدم كل ما بيقرب على الحدث او كل ما بيقرب على الهدف كل ما التركيز بيزيد، كل ما الروح بتبدا تعلى، كل ما الترابط او عايز اقول
الاعداد بقى والاجتماعات بتزيد وتركيز بيزيد. فاحنا طبعا حاليا في فتره اعداد ماشيين يوم بيوم، اكيد من يوم ما بدانا من يوم 22/6 مش زي النهارده بتتكلم طبعًا. فيه 10/7. فكل ما انت ماشي كل ما هتبدا تقرب على المباراه كل ما التركيز هيزيد، وده حاجه صحيه. مش مطلوب ابدا ان انا احط اللعيبه في توتر او احط اللعيبه في تركيز عالي قوي بعيد عن المباراه، لسه بتتكلم في حوالي 14 يوم اسبوعين لسه، لكن اقدر اشتغل بتوازن. وكل ما بقرب على المباراه كل ما اقرب على الهدف بتاعي كل ما التركيز بيعلى، الالتزام والالتزام موجود يعني طبعًا. الالتزام طبعًا. موجود، لان احنا كنادي اهلي عموما معسكراتنا تدريباتنا مبارياتنا كل الحاجات دي محسوبه علينا، وبالتالي بيبقى فيه التزام عالي جدا وانضباط عالي جدا. لكن انا بقول ان الهدف بتاعنا هو اول مباراه 90 دقيقه لابد ان احنا نكون في قمه كل حاجه، سواء روح سواء التزام سواء انضباط تنفيذ للتعليمات اصرار وتصميم على الفوز بالثلاث نقاط، الحاجات كلها اللي بتبقى في فريق كره القدم اللي بيلعب على طول زي النادي الاهلي. النقطه المهمه كمان والاخيره الانكار الذاتي اللي انا بتكلم عليه بين الجهاز الفني بالكامل، في ناس ادوار بتعمل ادوار غير ادوار. كابتن يوسف ممكن يبقى ليه دور ممكن يعمل دور تاني، لان المنظومه كلها نجحت النادي الاهلي هو اللي نجح. كابتن يوسف يعني بص احنا انا اقول لك على حاجه بامانه، احنا شغالين في الجهاز احنا اولاد النادي يعني، واحنا ناس اتربينا في النادي، وانا مش هتكلم عن نفسي لكن احنا كلنا انا وسامي والكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن طارق سليمان وكل المجموعه وحتى الكابتن حسين عبد الدايم برضو، مش عايز انسى حد يعني يمكن عشان بس ما حدش يزعل، كابتن احمد سليمان برضو، اي حد بينضم لنا للجهاز بيعتبر من اولاد النادي، لكن طبعا احنا اتربينا في النادي وبالتالي اهم حاجه هو نجاح الفريق، اهم حاجه الحصول على البطوله او الحصول على البطولات، لان احنا اتربينا في النادي وعارفين كويس قوي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي، واحنا كمان كمسؤولين في النادي الاهلي ما بنرضاش غير بالفوز والبطوله، ما لهوش اي معنى خالص ان انا امشي في البطوله اوصل للنهائي بتاعها وبعد كده اخسر واطلع على المركز الثاني، فدي بالتالي بالنسبه لنا كاننا ما لعبناش البطوله او كاننا طلعنا الرابع او السادس او الثامن بقى ايا كان يعني. انما اللي بيتعد في النادي الاهلي واللي بيتحسب في النادي الاهلي هو رقم واحد، هو ان انت بتكسب وبتطلع على منصه التتويج وبترفع الكاس او الدرع او ايا كان اللي انت بتفوز بيه، ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي وده اللي اتربينا عليه، ومن هنا طبعا بتبقى شغلنا كل هدفه هو الحصول على البطوله، هو اللي اتعلمناه وعايزين نوصل للهدف بتاعنا، فبالتالي مش هتفرق ما بتفرقش يعني اسكت يعني ايه الادوار واقوم بدور ثاني اقوم بدور ثالث اقوم بادوار مساعده مفيش مشكله يعني. بوجه لك الشكر يا كابتن يوسف، موفقين ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله البطوله دي تكون في دولاب بطوله النادي الاهلي. يا كابتن يوسف يا رب ان شاء الله، نتمنى ان احنا نستمر في حصد البطولات وزياده عدد البطولات للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيفوز بالبطولات سواء احنا موجودين او مش موجودين بينا من غيرنا بيفوز، لكن طبعا كلنا بنحاول ان احنا نكون جزء من الاوقات اللي هي فيها ازدهار وبطوله للنادي الاهلي، دايما حريصين ولاد النادي الاهلي دايما كده بيفكروا كده ان انت لازم تبقى جزء من الاوقات اللي النادي الاهلي بيكون فيها بيكسب بطولات وبيفوز وبيطلع على منصه التتويج زي ما بيقول. سعيد ان انا كنت معاكم، سعيد طبعا كابتن اسلام الشاطر وبتمنى له التوفيق. شكرا جدا يا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا كابتن. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق للنادي الاهلي، وان شاء الله كابتن اسلام ثقتنا كبيره في اللاعبين في الجهاز الفني، باذن الله المعسكر يكون ناجح، يعود النادي الاهلي الى القاهره يخوض المباراتين مباراه المقاولون العرب ومباراه الزمالك، وباذن الله النادي الاهلي يتوج ببطوله لقب الدوري رقم 41. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا.